بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المتابعين، كل المحبين لقناة الشروق، أهلا بكم ومرحبا بكم في سهرتنا بدون كروت. توقف دائما مع الرياضة ومع كرة القدم من كل الجوانب. الآن نحن مع الصافرة، مع الحكام في هذه المباراة، مباراة الحكام. بنسعد بوجود الحكم الفاتح الجزولي والحكم بدر الدين عبد القادر، كذلك الحكم عثمان آدم والفنان محمد حسن، واللي حيكون حكم أيضا في هذه المباراة، بجانب خبير التحكيم وزميلي في التقديم الخبير ديرما. أهلا بك. مرحب بكم ومرحب بكل المشاهدي قناة الشروق في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة، وهذه يعني حلقة استثنائية نستضيف فيها مجموعة من إخواننا الحكام الدوليين والقوميين، لأنه يعني غالبية المشاهدين في خبايا وأسرار في التحكيم هم ما عارفيننا، فإن شاء الله في هذه الحلقة يعني نوفق في أنه نقدم أسرار وخبايا التحكيم حتى يستفيد المتلقي والمشاهد من هذه، وعشان تتوقف نغمة التحكيم فاشل وتتوقف النغمات الأخرى. هم الأول يوقف التحكيم، يعني قال يا الفاتح إنه لو ما تكلمت هو حيتكلم، حتى ونحن بنعد في السيناريو لهذه الحلقة. وأنا طوالي داير أمشي لك للبداية، بداية الحكم، قبال نخش في الأسرار يا ديرما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب الأخوة في قناة الشروق والمشاهدين الأعزاء، ورمضان كريم، وإن شاء الله يعني ربنا يجعله يعني شهر متقبل فيه إن شاء الله صالح الأعمال. حاجة نسعد بالاستضافة، وفي اعتبارنا إنه الآن استضافتنا هي نوع من 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 الخروج من الجانب الرسمي في كحكم، والولوج إلى خفايا زي ما قال الأخ ديرما. الحكام وناس بشر، عندهم الجوانب اللطيفة في المباريات، أيضا الجوانب الغير لطيفة، بعض المواقف الكارثية موجودة كثيرة، فيها جزء منها صالح للنشر، وفي جزء يعني الناس ممكن تتناوله بنوع من ال تقدر تتحفظ من اولها. لا ما عندنا تحفظ. فانا زي ما قلت في بدايه الحلقه، وكنت يعني بتناقش مع اخونا حاتم، فقلت للحكام دي لان اذا ما طلعوا اللي عندهم انا ما موجود. يعني ده تهديد مع البدايه. هو ما تهديد، لكن نحن عايزين نتحرر من التغييد. نعم. عايزين نتحرر وعايزين نقدم سهره، يعني نكون خفاف ونكون لذيذين على الإخوة المشاهدين، خاصة في هذا الشهر الكريم. نعم، يعني في تحفز من جانب بدر الدين عبد القادر، عشان كده انا حاسأل عثمان آدم حتى نسخنهم تدريجيا ان شاء الله. تفضل عثمان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء نقول رمضان كريم وتصوموا وتفطروا على خير. حقيقة الحكم في البداية طبعا بيكون يعني مايل لأي فريق من الفرق الكبيرة، فرق الحي ولا أي فرق كبيرة بيشجع أو يكون مارس كرة قدم. بعدها لما نجي في التحكيم، فهو نعم يكون عنده ميول لأي فريق من الفرق الكبيرة، لكن مجرد ما بيجي حكم هذا بينتزع منه هذا الميول، وبيكون حكم متجرد من كل الميول اللي كانت زمان عنده. يعني أي حكم بيكون كان زمان عنده ميل معين لأي فريق، إذا كان من فروق الحي، هلال، أهلي، مريخ، موردة، عباسية، ده في البداية الحكم. نعم، في البدايات والميول. نعم. يعني بدر الدين طوالي عثمان الحتة دي عاملة له مشكلة، الميول، والحكم بيخلي ميوله
بعيد وبيجي مع الصفارة والمهنية وكذا وكذا. نحن لسه ما جيناه ولكن الكلام ده لقدام طويل. نحن دعنا نشوف بدايتك الدولي بدر الدين عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم، تصوم وتفطر على خير. بالنسبة لبداية الحكم حقيقة إضافة لكلام أخونا عثمان، هي دي حقيقة. أي حكم بيبدأ بداية من تحت من الناشئين، بكون في انتماء مصغر على نطاق الحي، وانتماء كبير، وبكون في انتماء كبير يتوسع كطبيعة الشعب السوداني منقسم الى اثنين هلال مريخ. احنا ما اعرف محمد حسن غيرت رغبتك في انك تكون حكم ولا نازل حيحكوا لك بعد شويه اسرار خطيره جدا. والله طبعا انا متاكد معها يعني معاها ما يعني يمكن انا طبعا الليله يعني اول حاجه بحيي الحضور الكريم، بحيي المشاهدين الكرام، ودي فرصه طيبه جدا انه احييهم بهذا الشهر الفضيل. نسأل ربنا سبحانه وتعالى انه يعيد علينا وعلي كل الامه الاسلاميه بالخير والامن والرخاء والسلام ان شاء الله. وانا سعيد جدا انه لاول مره الليله اشوف الوجه الثاني للحكام. الحكام يعني انا محظوظ جدا الليله في يعني اكيد محلي ده كل زول من الناس اللي بيشاهدونا هسي بيتمنى انه يكون قاعد، لانه بيشوف الناس اللي لابسين اسود ديل طوالي وشايف الرسميات وشايلين كروتهم وحاجه جاده جدا. احنا برضه حس جبنا فيك انت الوجه الاخر لبسناك اسود وحاسه دي من غير من غير اغاني، انت حاسه بتتناقش معانا وان شاء الله شويه شويه تخش معانا لحد ما نلقاك في الملعب. والله خلاص مشروع حكم ان شاء الله. ان شاء الله حلقاته ممكن ابقى حكم في حاله واحده. نعم. لو ضمنت خلاص الكلمه بتاعت التحكيم فاشل اللي اتلغت ببقى حكم. عمرك ما حتبقى حكم خلاص معنا ما حكم. خليك عارف انه دير ما عنده قصه حيحكيها لنا بعد ما نسمع منك عمل اول فني. دير ما انتظروه 150 متعصب كل واحد بسلاحه جاهزين قدام البيت. نحن محمد حنقف معك في المحطة الأولى الفنية عبر سهرتنا لهذه الأمسية. طيب وحتسمعنا فاشل ضربة البداية. أنا سعيد جدا أنه ليلة أقدم عمل جديد للمشاهدين الكرام، أغنية يا أمير هي واحدة من أغنياتي أو آخر أعمالي الجديدة من كلمات الشاعر الشابة المهاجرة سارة فضل بخيت. أنا بحييه هنا تحية كبيرة جدا هي وسرة الكريمة وهو من الحاني. نعم تفضل مع ضربة. بس يا كابتن الكروت الحمر دي قوم حطها تحت. الكرت الأحمر غطي أنا في الأصفر. طيب نسمع. تفضل يا حمد. اطمئن بدون كروت. إن شاء الله. شداني ليه أنا يا أمير سين من حبر دف قد عطين ألوان غيوم بسأل عليك أشواق عين دسا كسر لطيف محصول كتير وانا كنت قايل البن راح كل المعاق روح ودير لكن يا حبي الكبير لا مثلي فيه الذكريات حبي الكبير لا مثلي فيه الذكريات وشوقي ما نام بوراك لا مل يوم لا قال فجر شداني ليك انا يا امير سين من حبر دف قد عطير ألوان غيوم تسأل عليك أشواق وعين دسا كسر آه
كيف الضحكة ديك اتبددت غابت معاها سنين شباب والباقي من عزتنا ديك يا حليلو شوفوا الليلة دا تسألني كيف الضحكة ديك اتبددت غابت معاها سنين شباب والباقي من عزتنا ديك يا حليل شوف الليلة دا تقول عليه تطفى الصبر ما تكون حزين هدى السعاد والليلة يجيك تسأل عليه ما الغربة سدت بين نباب الليلة تسأل علي ما الغربة سدت بين النباب أنا ما لقيت قلبي شبهك في الناس وبعدك حضني ضميه السراب شداني ليه أنا يا أمير سين من حبر تفقد عطير ألوان غيوم تسأل عليك أشواق وعين دسا لو أي في حبة أمل أو احتمال في يوم أصل بدفن معاك الحصل وبقليك دنياك وفنك في العيون ببكي بضمك وتنفسك شهقك حبيبة عالزمن خان النصيب بتنفسك شهقك حبيبة عالزمن خان النصيب لكني يا أقرب قريب أنا لسه بعيوبك بطير صدقني يا حبي الكبير أنا لسه صابر مشتهيب والله يا حبي الكبير أنا لسه صابر مشتهيب صدقني يا حبي الكبير أنا لسه صابر مشتهيب شداني ليه أنا يا أمير سين من حبر تفقد عطير ألوان غيوم تسأل عليك أشواق وعين تسا كسر محمد إحنا سعدنا بك كثير يعني بنحييك على الأداء المتميز دائما اللي بتتحفنا به ويمكن الجانب الآخر الاستماع والأغاني بالنسبة للحكم الحكام عندكم مزاج خاص كده في مسألة الاستماع للأغاني السودانية كده تروق تنسيكم النغمة المعتادة في المدرجات ال- 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 الحكم هو زول فنان شخص فنان في مشاعر في احاسيس بكل ما تحمل الكلمة من معاني المسألة مش كروت نعم ياس الحكم ده فنان بكل ما تحمل الكلمة من معاني حتى في الحكم لو بقى ما عنده الرهافة في الحس ولا عنده الشوفة الزيادة لا يستطيع أن يكون حكم لأنه عنده بعد بتاع التكهن والتخيل دي واحدة من سمات الحكم الجيد الحكم الممكن يشار ليه بالبنان لابد أن يكون فنان أولا في البداية يعني لو ما عنده يعني توظيف النسب الجمالية الموجودة فيه هي اللي بتشكل شخصيته هي بتخليه يعني يبقى زول بيتناغم مع الحياة لأن الكورة ذاتها نغم الكورة ذاتها وأداء الكورة نغم ومجموعة من 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 عناصر جميلة يعني متفقة مع بعضها بتأدي منظومة جميلة كالغنى نعم والله احنا كلامك ده جميل جدا بعدين المسألة يعني فيها البعد الفني دير ما المسألة ما في الليق يعني كلها في الليق يعني حسها دي الصافرة دي ما عايزة
عايزه فعلا زي ما قال الفاتح عايزه زول فنان يتعامل معاه لانه التون بتاعه التون بيختلف صافرة يعني كل حاله عندها تون معين هي وبعدين اذا ما لقت فعلا زول فنان ما يقدر يتعامل معاه يعني حسه دي الحكم بتتحدد شخصيته منذ اطلاق صافره البدايه صافره مهزوزه ايوه يعني حتى اللاعبين يعني بيقيموا الحكم من انطلاق الصافرة الأولى لإدارته للمباراة يعني إذا كانت صفارة قوية صفارة بقول لك الحكم ده حكم جاد حكم صعب لكن الليلة النوع اللي بيجي يعمل لك ده حكم خجولة ده حكم مضروب صافرة خجولة الحكم ده يا إما أيوة دي بيحضروا لكن إذا كانت صافرة قوية وفعلا زي ما قال الفاتح يعني أحس إن إحنا عادة لما نكون عندنا مباراة أنا رأيته في عربيتي دائما يعني بستعين بالقرآن الكريم عادة نعم تطمئن قلبك ايوه يعني وتركز. ما في احسن من كده نعم يعني حتى لو عايز تطمئن نفسك حتى لو عايز تدي بعد زي ما قال الفاتح لنفسك عشان تمشي تدير مباراة احسن من القرآن الكريم ما في نعم والله كلام جميل ودائما بسمع عبد المحسن القاسم ده الامام الثاني في المدينة المنورة نعم صوت يعني انا اتمنى يعني انه الناس كلهم يستمعوا له فزي ما قال الفاتح يعني الحكم يعني لازم يكون الناس يعني تتشايل معه ولازم تفهم يعني الحكم ده هو ذاته جاي خاش الميدان ليش ما جاي يقدم خدمه الخدمه دي لازم نحن نلقى الجو الصحي نلقى الجو المعافى عشان نقدر نلعب فيه مش جو السكين هنا الحكم جه شايل سكين والله سكين دي يعني احتمال يكون عنده خروف دار يضبحه الصباح لكن احنا ما قاعدين نشيل سكاكين ولا بنشيل ولا بنشيل اسلحه اي نعم اسمع ادم المهنه والتدريس وال طيب اسمع ادم معلم بمدرسه الفردوس الخاصه بمبدا حاره 12 حكم قومي والله جميل يا اخوان عندنا معلم وعندنا فنان تشكيل ولسه هنعرف نعم القصه بتاعت السكين دي هو شال سكين والله يعني انا حقيقه يعني اول حاجه كنت ملاعب كوره في جامعه الخرطوم قبل ما لاعب الكوره يعني عرفت خلفيات عن جامعه الخرطوم هي شنو والكوره كيف حتدار الكوره فيها كيف في تعصب للفرق في تعصب للطلبه وضاربوا الحكام وانت طوالي جيت جاهز انا شايل سكين ولا لبس اللبسين دخلت السكين شراب والله كلام ده قبل سنتين لعبنا الكوره انا كنت مساعد لعبنا الكوره حكم قال تيت نهى الكوره الملعب كله جاري ورا الحكم والحكم جرى خش الغرفه بتاعه الغفير وقفلها عليهم لما ما يقول الحكم يا هو ده المساعد ده هو طلعت سكين قلت لهم الراجل يجيني نموت والله اللي يجيني ده نموت معاه طوالي حموت معاه محمد احسن لسه عايز تبقى حكم جاي سكين بعد كده قلت لك هتغير رايي طلعت الحمد لله بسلامه بعد كده بعد شويه طبعا جو ناس الشرطه طلعوا الحكم وساقوا الحمد لله ما في زين زول يتعوق ولا في زين زول بتاع لانه جرينا الحمد لله لكن يا حاتم هو بالمناسبه هو يعني ملعب الجامعه هو دعوه للشغب احيانا دعوه لانه هو مفتوح طوالي يعني مفتوح طوالي على الجماهير مفتوحه على الملعب بدون سياج بدون حواجز يعني حتى الحاجه الصغيره ما في يعني اكد لك اذا قام اي واحد تنفس هاي صدره ممكن يكون جوا الملعب فالحكاية قريبة جدا عشان كده عثمان جاب الطلبة ذاتهم لأنهم يعني هو ذاتهم يعتبرون نوع من الرفاهية نوع من ال ودارين يفوزوا بتاع ايوه عايزين والحكم القلائل الكثيرة ذاته دارين يجي ويفرقوا شوية فنحن حقه ذاته يعني نمشي نحكم وأنا حكمت في الملعب ده شلت سكين لكن تعاملت معاهم بنفس الأسلوب اللي بيتعاملوا بهم ما شلت سكين ما شلت اي حاجه مرقوا يضحكوا معاي واضحك معاهم لحد لكن انت قدر اسمعك يكون خاف بدر الدين يعني هو ديرما حته السكين دي ما احتاج ليها لكن انا عرفتها كده واحده من الحكاوي انه ديرما شال سلاح ما اعرف روسي ولا شنو شال سلاح خطير واجه به جماهير احنا دارين نعرف البعد الثاني للحكم المهنة والمساعدة في انه تخلي الحكم ده هادي وكيف انت بترتب حالك كيف والله حقيقة لو قلت لي دير مشال مدفع انا بصدق لا شال انا اكيد بعملها هو
حقيقة بدر الدين عبد القادر أعمال حرة حاليا عندي معي صديقي وزميلي في التحكيم الدولي أخونا مصطفى إبراهيم. عندنا شركة تحت التأسيس بعد شهرين ثلاثة شهور الثمار بتاعتها حتظهر إن شاء الله. بالنسبة لل شركة دي عارف تجيب لنا نظم مال كنت عارف حيقول في حكام عندهم شركة. فبالنسبة للديرما وللحدث اللي حصل لأخونا عثمان، أنا حقيقة حصل لي حدث طريف جدا في كوستي، يعني في بدايتي في التحكيم وأنا حكم درجة ثالثة. أنا حكم درجة ثالثة، أنا شغال مساعد في مباراة هلال مريخ أيام ديك في كوستي، كانت حاجة كبيرة حدث، يعني قد يكون لسه زي يعني خبط شوية كده. فحكم الكرة زميلنا ربنا يطرب الخير سير الخادم الأمين أخونا وصديقنا الخير عبد القادر مساعد أول، أنا مساعد ثاني. نهاية المباراة طبعا كان كمية هائلة جدا من الجمهور. نهاية المباراة ونحن واقفين في السنتر شعرنا بأنه في زول بيقول لنا أعمل حسابك أعمل حسابك، واحد من الناس الجايين علينا. لما اتلفتنا لقينا في واحد ورانا من المدرجات الشعبية على بعد مترين أو ثلاثة متر من الحكم بالذات، هو ما عنده معانا شغلة فدار يضربه. ونحن عندنا الأعلام بتاعت المساعدين دي أيامه دي كانت خشب تقيل جدا، فكان الناس بيقصدوا انه يعملوها بخشب تقيل حتى لو حصل لك اي هناي تدافع عن نفسك، انك تقوم تدافع عن نفسك فعلا بدون ما نشوف الزول لمنه شكله شنو داير شنو. فانا ومعاي صاحبي المساعد ده لمينا في الزول ده في راسه، اضربك اضربك اضربك، اتلموا الناس وجوا العساكر وشاقوا الزول الشرطه في كوست الشرطه، مركز الشرطه قريب لمجاور للاستاد. فالعساكر قالوا لازم نمشي الحكم لا يمشي عشان يتم الاجراءات بتاعت البلاغ دي. ففوتنا يعني من المفاجاه فوجئت بانه الزول اللي احنا اعتدينا عليه ده هو صاحبي. فهو كان موقف طريف وموقف يعني محرج في نفس اللحظه. فساوينا المساله والامور مشت بسلام. ما في عند يا بدر الدين، انا ما يعني اعتقد في انه في مشكله حصلت ما بين اداري او مشجع او نعم. لاعب مع حكم وصلت النهايه ما حصل نهايه يعني بتدخلوا الطيبين والمساله والنفوس لما انتهدى ممكن تكون مفلوق ممكن نعم. تكون مضعون نعم. برضه الحكايه بتخلص عادي نعم. رياضه هاي بتخلص رغم ان احنا نعم. ضد هذا التعصب، لكن شكلك برضه عندك موقف عشان حكمنا كوره في الدمازين. حقيقه الكوره الوقت ذاك قبل 3 4 سنه الكوره صعبه جدا، الميدان محموم، الوقت ذاك كان في اشكاليه امنيه في 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 المنطقه، يعني ناس الجيش هم الحارسين الكوره. الكوره دارت تنتهي في واحد من اللاعبين بتاعين الدمازين ضربوه ضربه قويه، يعني اضطر انه ننقله بالاسعاف ننقله بالنقاله عشان للعلاج. جماهير على الاخر خلاص الكرة فضلت دقيقتين تنتهي ولا دقيقة ونص، وقاموا شالوا الزول دارين يطلعوه شالوا البنقالة طلعها على العادي ده دارين يطلعوه في البنش دارين يطلعوه بعد ذاك ينقلوه للمستشفى. واحد أظن مرق لقى بتاع التشالي برا عنده أخو قال لي أخوك الناس قتلوه ومن عندهم شال سيفه يعني جوا الميدان ده الميدان غرفة حكام دي صغيرة فيها 100 طن فرخش فيها بس ميزرة اي ما هو ما فرز، لكن الحكاية كانت صعبة جدا جدا لما رجنا واحد ما شاء الله ده بالشرطة ده بالجيش مسك الزول ده بالطاقة في كروعه حتى بعد ذاك احنا قدرنا يعني هناك شفت قلت لك سكاكين ومدافع انا لحد هنا غايته خلاص هنا خلاص دير مرة البيت بعد ما حكم مباراة ما عارف عمل فيها شنو، لكن لقى 150 نفر بالتقدير مستنينه في البيت، اضطر شال سلاح واشهر هي مباراة هلال مريخ مباراة غمة، فحتى عربيتي خليتها في الاستاد فجابني البيت، فقبل ما اجي البيت قلت لك ده بالله اضرب نور طويل عارف نفسه عنه عارف مسألة خطيرة فضرب نور طويل فلقيت في يعني زي 150 200 نفر قاعدين في العتب بتاع الباب.
طبعا بعد الكوره والكوره دروني انا ما عارف القصه ذاتها شنو هي الكوره دروني انت دروني الكوره دروني دي زي حقت دري زي حقت جمال حسن سعيد لما سكوا دقوا مرته قالت لي مالك غلبت منه قال لها هي بدت هي ما بدت ذاتها كانوا نبيلها سألته قلت لي يا اخي عندك طبعا مسلح قال لي مسلح هاي قلت لي يا اخي اديني سلاحك ده عشان نازل غير كده ما بتوبوا شغلانه دي حيستمروها طوالي حيعملوها ففعلا جا وقف لما وقف شغل كل الهزر بتاع العربيه وشغل اللمبات فلاش الفلاش بس نزلت انا بالسلاح وبس قلت لهم انتوا في واحد عندك عندي حاجه ها يا زول قام شايل لي عصايه وشايل قامش براح قوموا تفضلوا من هنا قوموا الله البيت ده لو دافعين حقه ما تقعدوا فيه كده قوموا محمد نحن قبل ما نشبك المحطة الثانية نسأل سؤال تكتيكي انت هلالي ولا مريخابي؟ والله انا ما قاعد ادسها كله انا هلالي جدا 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 تعلق ترمو بصراحة جيدة والله هو يعني الجيل بتاع ناس محمد حسن يعني غالبيته هلالاب لأسباب لأسباب معينة انه في 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 السنين دي الهلال كان طوال متفوق وهو غير كده احتمال تكون موروثه يعني اغلب في البيت في ايوه اغلب الـ الـ اغلب الاسر اغلب الاسر يعني انتماءاتهم موروثه من اجداد ومن خيلان ومن اعمام رغم انه احيانا بيكون الوالد في سيد محمد حسن دائما بيكون كان واكب انتصارات الهلال ومال زعل من المريخاب يقول لك نحن ما عندنا انتصارات في جيل ما برضو في برضو عملنا مشاكل يا درمان في موجودين في شباب برضو في سن لكن انا والله حقيقة يعني انا من مريخابي جدا لما المريخ كل لاعب بالسودان نحيي فيك الوطنية بدعوكم كلنا كده نمشي نطير للقمر يا درمان حبيبي تربي لي قمر كفس بيدي النجوم حبيبي تربي لي قمر نجيني من ليل الهموم حبيبي حبيبي كم سنة وكل اللي كان عاد من جديد في لمحة أدركت المنى في لحظة عاوز أكون معاك زي ما حصل من كم سنة وكل اللي كان عاد من جديد في لمحة أدركت المنى حتى الزمن فقد الحدود لما الحبيب قربتنا حتى الزمن فقد الحدود لما الحبيب قربنا وعرفت انه الحب تمام قادر يسوي المعجزه حبيبي 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 تربي للقمر لمستي بيت حبيبي طير بين القمر نجيني من الليل الهموم حبيبي حبيبي بإحساسي بهم ينتهي لما الحبيب يصبح غريب يصبح
تبقى المسافة مع الزمن بيغيبوا في حضور الحبيب في حضور الحبيب وإحساسي بيخلو ينتهي لما الحبيب يصبح قريب يصبح قريب عاوزين نجمع شملنا يعش سعادة يلمنا عاوزين نعيش انت وانا عش السعادة يضمنا عاوزين نجمع شملنا سودا حقيقي يلمنا يلفيني احيت الفرح احيت الفرح خلتني اهتف بك تعال 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 يلا تعال حبيبي وتعال تعال 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 يلا تعال من جديد بنحييكم مشاهدينا الكرام وبنتواصل معاكم في هذه السهرة الرمضانية في هذه الأمسيات الخريفية ونحن بنرحب بك محمد حسن بنحييك على الأداء الرائع ده يمكن ديرما ونحن محطتنا الانتماء قبل عثمان حاول فهل شجاعة محمد حسن متوفرة لأنه نسأل عثمان والفاتح وبدر الدين عن الانتماء والله أنا طبعاً أنا ما أخفي عني يعني أنا قبل ما أجي التحكيم فعلاً كنت منتبه لفريق ما يعني ما بقول أنا حتى أي فريق أنا غير فريقي كنت بشجعه يعني يلعب برا ما بجيب طيب قصة بدر الدين شنو مرة فرح كده مع جول وجرى على الجمهور وكان حيشيل اللاعب وجاب الجول والله يا أخي يا حاتم يا عثمان ماذا درجة شنو؟ والله ده ممتاز طبعاً ما يعني, يعني, يعني 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 درجة ممتازة يعني ما لا عرفناه خلاص خليه عرفنا بدنا نعرف المشاهد المشاهد ذاته يعرف لكن احنا نشوف حكايه بدر الدين يعني المشاعر شويه كده الجون فرح الجون جميل الجون جميل الجون جميل خليه حكايه هو لكن من المفترض انه ما نحن نتفاعل نحن اخواننا ما برضو جزء من الملعب ده لكن هذا ما يتفاعل جوا الملعب لا بس ده الواحد يعني 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 تتحفز لكن الحاجة الجميلة بقول جميلة والله يقول كان جميل بدر الدين هي حقيقة يا أخوانا أنا أديهم كلام غريب جدا أنا في كورس في القاهرة اتحاد عربي من ضمن المحاضرين جمال غندور أدانا محاضرة كيف تستمتع بالتحكيم محاضرة كانت قيمة جدا فمن المحاضرة دي نحن اكتشفنا أنه نحن في الفترات السابقة دي كلها بتجينا لحظات كده بنكون مستمتعين بالتحكيم وبالكورة لكن ما حاسين بالحتة دي بدينا ننتبه لها أخيرا وحقيقة أنا واحد من الناس أنا استمتع بالكورة واستمتع باللعبة الجميلة وأنا حاكم جوا داخل الملعب الناس بتشوف الزول الجاري اللي بيصفر ده اللي بيطلع في الكروت أنا أي حاجة جميلة داخل الملعب بكون أقرب لها زول وأنا حاكم الكورة وأنا مستمتع بها جدا بغض النظر إنه الفريقين اللي لعبات منه يا حاتم عشان ما ترميني بالشرق حسين بدر الدين كوره معكوسه والمهاجم عايز يعمل فيها على الطاير بتميل معه لا ما بميل معه لكن في دواخلي بكون مستمتع جدا وبتكلم في دواخلي براي يعني لكن انا بميل يعني انت بتحملها بالنسبه لي انتظروا المشجعين بالنسبه للقصه هي ما حصلت وما حتحصل مني لانه انا اعوذ بالله من كلمتنا يعني انه انا عندي القدره انه
عندي برود رهيب جدا داخل الملعب. عندي برود رهيب يعني الناس بيستغرب في انه بدر الدين ده كيف انه بارد كده وبيتخذ في القرارات الصعبه دي وبيدير المباريات الصعبه دي. فبالنسبه للانتماء ذاته زي ما قال اخونا عثمان في البدايه الانتماء زمان موجود، لكن زي ما قلت لكم بمرور الزمن وبتدرج الحكم وبوصوله مراحل معينه كده بيبدا يتحكم بيبقى ينتهي. يعني ما في فريق ولا في هدف ولا في فرحه؟ لا في هدف في لعبه جميله موجود، لكن زي ما قلت لك بغض النظر انه الفريقين منه، لكن بالنسبه لميول والانتماء لفريق محدد في مرحله محدد كده من التحكيم اثناء الكوره يعني ما في شعور بارتياح لفريقك انت اصلا؟ لا اطلاقا. تحكيم فتح الكلام ده كيف في مشارك جو. لازم يكون في فريق بعينه يمثل يعني مرتع ارتياح. لو سمحت عشان كده انت بتطلب طوالي كله متحكم يعني هي ما فريق، لكن ممكن يكون في لعيبه معينين بترتاح للاداء بتستمتع وبترتاح للاداء بتاعهم بغض النظر عن الفرق منه، لكن كانتماء لفريق انك بتستمتع للفريق ده وما بتستمتع للفريق ده يعني المزله دي بتدخلك في حتات ثانيه بتجرك. لا الفاتح عنده انا بتكلم في شنو؟ انا ما بتكلم يعني في عموما فريق واحد ينقل لي لكل المباريات بهذا الاحساس، لكن في اللعبه المعنيه اللي انا فيها انا عنصر فيها مشارك حكم لابد ان يكون هنالك فريق بعينه تشعر معه بنوع من الرضا في اداؤه. فريق سوداني يعني؟ فريق سوداني يعني معنا سودانيين نطلع مع دي ناسنا ودي لونا دي ثقافاتنا. الطرف ده ما بيأثر في ما بيأثر في قراراتك، لكن شعور بالارتياح اذا كان هذا الفريق وصل لمراحل ارض تطلعاتك انت كحكم، لكن انت ما بتساهم بادارتك للمباراه في انك تاخذ حق مسلوب تدي له، لن تستطيع لانه في النهايه الحكم هو منظومه ضمير. فاتح احنا كنا بنتناقش في حاجه كنا بنتناقش فيها وانت قلت لي انا في محل الحكم بطنش، انا دا اعرف الطنش انا ما حس داري اجيب في الحته دي يعني انا الفاتح ده شاهدته يعني فعلا هو فنان يعني بيترنم وهو دائما ما يكون مساعد حكم في مباريات، فانا بشاهده يعني بيترنم ومبسوط في الكون من الاداء داخل الملعب. هل انت التيم اللي انت يعني بتميل له او بتحب اداؤه ده اذا سقطت كوره في منطقه الجزاء واللاعب ده في موقع تسلل مع الترنيم والترنيح ده والراجل ده لعب الكوره دي داخل الشبكه ممكن تترنح معاه؟ لا ما اعتقد يعني رجع الضمير خاصه في مسائل التسلل لابد ان يكون الحكم ضمير. نحن عندنا ضمير كلنا نشترك في حوض الضمير اننا ضمير لانه يعني اي 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 حق بتدي لفريق اخر وانت في قرار نفسك انه هذا الحق مسلوب او لا يموت للواقع بصلاه بتشعر بنوع من عدم الرضا وعدم الارتياح. انت ما بتدي زول اصلا حاجه ما حقته اصلا طنشته ما لا بتطنش في حاجات شنو بتطنش في حاجات اذا كانت ما بتاثر مرات تطنشك بيقوم بكف عن وجود كارثه يعني في اخطاء الحكم بيقوم بتجاوزها لانه افضل المباراه في انك تتجاوز هذه الاخطاء، ولكن هذه الاخطاء ما بتكون بالفضاحه وبالتاثير على النتيجه. الفاتح القانون ما فيه انك يعني ممكن تتغاضى عن اشياء الاخطاء روح القانون ايوه لمصلحه القانون الحته المخطئه. عثمان ادم ده كثير في حوارات كده وبالايادي وكلمات وفي طنيش بيحصل يعني، لكن داير اللاعب يعمل فاول عشان في حاجات كده انت يعني ما قدرت تشوفها يعني ممكن تجبرك انك تشوفها لكن انت ما تشوفها انت ما عندك احساس ان مثلا اللاعب ده قدر يعمل حاجه انت الاحساس ما انا لاعب كوره قبل كده لعبت كوره ولعبته في الدرجه الاولى ومشيت بدي اتجاه خلاص ما شايف لانه الجمهور ما يرضى اللاعب ده شاف عمل مخالفه او ضرب اللاعب ولا اي حاجه بعينه الحكم طوال بعينه الحكم بل الحكم اتجاههم معاكس المخالفه دي اول شيء بعد كده شنو يعني بيجاملوا الحكم او بيقولوا الحكم ما شايف حاجه فهي الطنش مهم جدا عندنا في اداره الكوره لازم تطنش لازم يعني في حاجات كثير لازم تطنش منها بدر الدين قاعد تطنش 200 والله يا اخي انا قد اختلف مع الاخوان شويه في مساله الطنش دي حقيقه ال 90 دقيقه
من الصعب جدا انك تقوم تشوف لك خطا ضد فريق معين انت تقوم تطنش منه. لكن زي ما قال اخونا ديرما عندنا هي القانون 17 ماده، عندنا احنا كحكام ماده 18 وهي عاملين لنا برنامج اسمه تصرف الحكم، موقف محدد في حته محدده كده من المباراه انت لازم تتصرف عشان تطلع من الحته الضيقه دي، تتخارج ما تعمل لك مشاكل. الحته اللي انت بتطلع منها دي ما بتكون مؤثره لا على الفريق ده ولا على الفريق ده. نعم. الحكم بيتنازل من حاجات حقاته مرات عشان الامور تمشي، يعني يسمع كلمه من هنا وكلمه من هنا وكلمه من هنا من اللاعبين وبمشي. لا لا صعب في القانون، صعب في القانون، يستحيل عثمان بتمشي يعني سمعت يعني عديل كده يعني لاعب كان ساكيني وجاري يعني في حته ومن فرغ الغمه يعني ساكينه وبتاع وبتكلم معي كلام فارغ جدا جدا اصلا ما استجبت له. طيب لو طلع كرت احمر هنا مين؟ عثمان في الحاله لو طلع كرت والجمهور ما شايف مخالفه ولا شايفين حاجه؟ عثمان على حق لانه انت مش ساكيك اللاعب ساكيك منه اي حاجه بس ما سامعين اللاعب ساكيك ما سامعين ده ساكين ليه؟ ما هو ده انا بقول لك الحكم ده اللاعب ده جاري ورا الحكم عثمان مشكلته في جامعه الخرطوم هو طرده خلاص في الملعب السكو نحن بالمناسبه يعني الحاجات دي بتحصل في لعيبه بالمناسبه ما عايزين يلعبوا يعني في بتحصل في المباريات في لعيبه بكون ادائهم تعبان ما عايز يلعب ما عايز يكمل الكوره او مأثر هو عليه. انا اقول لك واحده، انا كنت ملاعب مريخ مورده، محسن سيد ده كان لاعب باك شمال وفاروق جبره لاعب جناح يمين. مريخ ده غالب واحد جابه عبد المجيد جعفر، كرة باقي لها دقيقتين، الأسبوع الجاي هلال مريخ. المساعدي رفع عليه البيرك باقي الكرة دقيقتين، رفع عليه البيرك جيت في شنو؟ قال لي ده ضرب ده بنية وده بزغ لي ده. معتز مرغن الليبي، يا معتز يا أخي باقي دقيقتين يا ابن العم. شوف اللعيبة دي أنا بطردهم. لكن انا متاكد انا وانت والفريقين دول واحد بيمرق معك ما حصل فعلا. طبعا طوالي جماهير طردنا فاروق جبره ومحسن سيد لخطم ظاهر واضح وقانون وباقي الكوره دقيقتين وهو عارف انه ديرما دي بيعملها، ف ما طلعنا لانه طوالي جمهور المريخ حتى انه نحن قصدنا انه فاروق جبره كان احد نطيح لعب المريخ فخدته في اسهانهم انه اللاعب ده طردوه عشان لعبه الهلال الجاي، فقعدنا لحد 11:30 بالليل واللعبه الجايه كانت الهلال، لكن ذاك مش الليبي اللي حسي ما لعب ثاني معتز مرغن عشان كده قال له الليبي. محمد التهديد برضه باستخدام السحر والعصبيه عنده اشكال وانواع، وعثمان ده تهدد في لعبه قال له انا حشيل الترابه حصل والله دي حاجات خطيره جدا، انا بعتبر انه دي حاجات خطيره شديد وحاجات مخيفه جدا يعني، لانه اكيد دي حاجات واقعيه وحاصله يعني في كثير، لكن ده نوع من انواع التعصب. انا كل ما الدقائق تمر لي قدام انا ببعد 500 خطوه من الفكره الاولى بتاعت انه ابقى حكم لكن هي تخاريف ولا شعوذه؟ هو السحر موجود السحر. لكن ال 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 يعني احنا لما نسلمه بال 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 بالدجل ك يعني خلاص يا اخي ده لابس بدون مؤاخذه ده لابس كداره، والكداره دي فيها ابزاز يعني فيها اكثر من 12 يعني هيقعد يلقط كله بيتزا برا، ما هو الكرة دي ما هويه ده حاجه الحشيش ده حيخرج شنو يا مش بس محل خط فيها كره والله. انا اقول حاجه، هو انا اتخيل لي هو اللاعب ده قصد منه حرب نفسيه. نعم لاعب ولا اداري؟ لاعب، انا لاعب جوه الكوره رغين فريق اتغلب ترابك ده لاعب قام قال لي الليله ده انا هشيل تراب رجلك ده والثاني ما حدقها. حقيقه انا جاتني حاله كده ويعني خلاص قمت انزرت اللاعب قلت له بالله بعدين اقلب نجري خلاص انا جاتني حاله كده، لانه في النهايه بعد ما انتهيت الكوره الغريبه جاء يا اخي قال لي معلش يا ريف معلش وبتاع قلت له الله ده يكون بتاع قواديك رهيب. لكن تخيلت انا قريت انه هو 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 عايز اعمل حرب نفسيه للحكم ده يخوفه عشان يقدر يستغل الحته دي، لكن اللي قال انا اتنفخت خلاص زهقت ونزرته وقلت له بالله اقلب نجري. بدر الدين في حكم بيخاف من التهديدات زي دي؟ حصل لاقتك؟ انا شخصيا ما مرت بي.
اطلاقا يعني انا ما حصل الصو خفت لي كوره ولا حصل انه خفت لي من لاعب داخل الملعب اطلاقا. لا يعني اتصلك كلام انه نحن والله ما حصل يا اخ ما حصل الصو وصلتني لا في تلفون لا شخص ان شاء الله ما ان شاء الله ما تصل ان شاء الله ما تحصل وان شاء الله تبعد من ملاعبنا هذه العصبيه والحاجات يعني بقينا احيانا نعلق حتى الهزايم على اشياء ما مبرره. فالعلاقه الحكم بالصحافه الرياضيه بقدر اشوف العلاقه الخاصه بين الفاتح والنقد اللازع احيانا في الصحافه الرياضيه. علاقه متوازنه احيانا بنشعر بنوع من الرضا اذا اتكلم عنك كلام جميل بنشعر بنوع من الارتياح بنشعر انه احيانا في بعض الصحفيين بده حقائق قد تساهم بشكل واضح في ارتقاء الحكم مستوى الحكم بعض يعني اذا شعرت انه هذا الصحفي او 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 الجزئيه المعنيه عنك عن ادائك في احيانا بيكون في نقد ايجابي وتوجيه إيه بتشعر انه هذا بيدفع لك يا صح ولكن ولما يديك الوش لا مرات ما هو انت لو ما انت اللي بتغيم انت بتغيم احنا يعني بعد ما المباريات تنتهي بتكون عندك عوده بعد يوم بيكون عندك عوده في بعض الصحف عشان من خلال الشتات تحس بتغيم ادائك لو شعرت انه معظم الناس توافقوا على انه انت كنت متوازن شعري معك بنوع من الرضا في من خلال كتاباتهم بتشعر انك ماشي لقدام ولكن اذا شعرت في اكثر من صحيفه او على مستوى الاذاعه شعرت انه في كلام عنك ما لابد ان تقف وقفه لو بالشكل ده بتبقى الصحافه الرياضيه بتتناول قضايا ايجابيه ولو استلمك واحد اسبوع لكن لو بعينه بتبقى دي كارثه لمصلحه محدده فاتح نعم. بدون مقاطعه لكلامك انت قبل قلت اللاعب اضطرته عنده علاقه بالصحفي اللاعب طيب اذا انت الصحفي ده صاحبك انت وانت كنت سيء جدا جدا في الكوره لادارتك للمباراه هيقوم يغطي اذا يعني؟ بكره قال لي والله ادار بامتياز الحكم الفاتح الجزولي بتقبل ولا بتزعل؟ بقبل واقبل شنو ما يزول بيحب الاطراف فكل ما راح يقول ولكن على النقيض اذا كان الصحفي بيكتم من بيته بتبقى دي كارثه وقد حصل شفنا بعض المشاهد انه بعض الحكام بيعانوا من التغييم بالموبايل يعني تلقى الصحفي قاعد في 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 المباراه والثاني ما فيش اخوانهم في حتات ثانيه بالتليفون بيوريه الحاجات اللي حصلت في المباراه لانه كنا الصحفي ده كاتبه مدونه حصل كده وطردوا كده ده بس بالدبانات وشيلها المشكله حصلت مع صحفي محدد اللاعب هو ود لعب جدا لعب ود عثمان الدحيش ده اسمه عثمان الدحيش ود الدحيش عز الدين الدحيش ده ود لعب جدا جدا لكن هذا اللاعب يعني دخل الكوره ما كان القصد انه يلعب كوره كان القصد انه دايرين انا اطرد باي شكل مكان عشان كده مجرد ما خشينا اول حاجه قال لي شنو؟ قال لي انت يا عبد انت حي اي كوره حكيمه لنا بعدين دخلنا الكوره بس قال لي الكلام ده اي الكلام ده صح جدا انا عينت اللاعب ده قلت تجيبوني هسه كسر له سنونه دي قلت يا اخي الناس كل حاطه كوره طيب اطلع قلت الكروت ولا شيء شنو الناس احيانا بكون في نوع من الانفعاليات ما فيني لا انسان يعني هو على الحكم ان يتصف بالتوازن ولكن احيانا في حاجه بتطلعك بره المود بتاعك بره التوازن بتاعك قال لي كده يعني بدون اي مناسبه جاء قال لي الكلام ده فضاني وابتدى شنو هو داير يغادر الملعب بصوره من بدايه الكوره قلت له لا شوف يا ابن العم انا هطردك لكن اعمل لك حاجه خلي الناس يشوفوك بقى كلام مبالغ يعني ببحث عن الطرد ببحث عن لما زهقني يعني زود فاجر من 10 دقائق زهقني اديته الاحمر غادر الصحف هو زود يعني اغراء عشان يلعب المباراه دي من شكلها اغراء لانه جاء خاش بنوع من الاستياء يا اللاعب كان طيب يعني الرجل ده طلعك برا جوا المباراه يلا يعني جوا وديته الكرت الاحمر لانه وصل قاصد ساعه كانت بالغه وسلوك مشين يعني صليب في عنصره يعني ما ممكن فيها يا طيب انت عارف انا حسيتي حسابي لو لاعب الرجل شاف القانون فيه يا استاذ الفاتح نعم انا قبل كده
حريري. حريري ده في كورة أنا ما حسبتها جخدت لي نخرته فيه نخرتين. لاعب كمل كورته. فأنت إذا اللاعب ذاته قدامك يعني بيتكلم معاك الكلام ده ما مسموع في حاجة بينك وبينه. إذا أنت حسيت إنه اللاعب ده عايز يطرد يعني أنت ما تبقى له وأنت الشماعة. بطرده. ها؟ بطرده. لا تطرد؟ ما تلعب كورة؟ أنا في النهاية زول. ترى أقول لك حاجة أدري ما. أقول لك حاجة أدري ما حكم. أنا أدري ما حكم. وأنت غدوك في طرده يعني. حكم أنا حكم يجب أن أكون السيادة والاعتبارية في الملعب. نعم. يجب ان اكون لانه انا اصلا جاء المباراه دي يا استاذ ديرما انا منظم لسلوكيات. نعم. اي لاعب انا منظم لسلوكيات انا ما عاد بالنسبه للاعبين انا منظم سلوكيات لاعبين وفقا للقانون. اذا اللاعب فقد سلوكياته يبقى ده ما عنده مكان عندي في الملعب اصلا. اللاعب ده جاب الفاظ بذيئه الفاظ مشينه يعني انا ما اعرف لو انت كنت اديته بنيه مش انا مش تطرده بنيه انا كان جريت منه لا قال لك انا ما بقال انت كان تجر منه وخليه ما بجر منه يا اخي يا اخي دير ما انت انا عندي مروتك ما عندي تبرنا حقي يا حكم في حكم ضل الكرت الاحمر ده المسائل يا استاذ وانت غدوك في طرده ما انت غدوك في طرده انت غدوك الصحفي ده لانه هذا اللاعب المدلل بالنسبه لي وكان جايبينه عشان يغير نتيجه المباراه لانه اصلا كان متضرر من المساله دي كان مدرب جميل اللاعب ده هو الوحيد اللي استطاع انه يغير النتيجه اللاعب ده امكانيات هايله هو لعب عنده قدرات انه تحديد لحظه يجيب جول يا الفاتح غادر الملعب بالمناسبه شوف يعني صاحبي لمده اسبوع يتناول لي في المنشط في المنشطات الرئيسيه لسه زعلان زعلان ليه والله لانه الحكام ديرما بيعانوا صراحه نعم حسي يا بدر الدين طبعا ان شاء الله ربنا يكفيه شر المشاكل الكثيره لكنه طبعا كان ادار المباراه الشهيره اللي توفى فيها لاعب المريخ ايداهور فنحن عايزين بدر الدين برضه يكلم يعني احساسه كان شنو في تلك المباراه لما حصلت الحاله للاعب ايداهور والله حقيقه المباراه دي هي من اصعب او مش المباراه المباراه في حد ذاتها بالنسبه لي انا ما هو مشكله المباراة دي أنا قدرتها عدة مرات إذا كان في عطبر هلال المريخ والأمل أو إذا كان في الخرطوم هي ولا غيرها بالنسبة لي أنا ما فارقة كل المباريات عندي سيان لكن الموقف ده بالذات الموقف بتاع موت لاعب داخل الملعب وكورة أنا حاكمة ده بالمناسبة من أصعب المواقف اللي واجهتني في حياتي الرياضية في أثناء الحدث ذاك هو الحدث ده حصل في الجزء الأخير من الشوط الأول نعم. في الجزء الشمالي الشرقي من الملعب الشمالي كان في مخالفة بالغرب من المساعد الثاني اللي هو أخونا الطاهر نقول له رمضان كريم ونحييه من شندي كان مساعد ثاني ونحن بنوقف في الحائط البشري اللاعبين كلهم في منطقة 18 لاعب الامل والمريخ بتاعت المريخ منطقه الهنايه بتاعت الامل فانا برجع في الحائط البشري وانا راجع سمعت لينا نفرين ثلاثه بكوركو يا حكم يا حكم فاتلفت لقيت في لاعب واقع واللعيبه متجمهرين حوله قبل ما اصلوا في 5-6 أمتار اللعيبه استدعوا الاسعاف وصلته لقيته اللي هو لاعب المريخ اللي توفى ايداهور استدعينا الإزعاف عملوا محاولات بتاع إنعاش وكده المهم ربنا قدر إنه يوم يكون في اليوم ده يتوفى لكن ده كان من أصعب المواقف والله أنا مرت به ما تتخيل إنه حتى لعبت الأمل وفارغ الحياة داخل الملعب داخل الملعب نعم يعني أنا حسيت من الجهاز الطبي ومن الناس اللي حوالينه القريبين انه الزول ده من لحظه اللحظه اللي هو وقع لانه وقع على 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 وجهه وبعدين العيون شاخصه كده وما في اي حركه عاده انه اللاعب حتى لو بلع لسانه بيكون في حبه فرفره بيكون في حبه تناي لكن ده وقع تامه واتضح انه داخل الملعب يعني ده موقف صعب جدا بالمناسبه موقف صعب والحكم دائما بيمر بالمواقف الصعبه والمحرجه والمطبات احيانا الكثيره الموجوده في أنا دار أسألك عن النقد وعن الصحافة وبتتقبل النقد كيف؟ يعني أنا كنت يعني أنا جدي النقد كثير جدا حصل كنت ملاعب لعبت مريخ مورده وأنا حكم غامري 5 سنة ولعبت الدوري الممتاز لي 5 سنة قول لي حكم مغمور
انا ما اعرف الحكم المغمور ده يعني مغمور داخل ايوه حكم مغمور. فالاخوه الصحفيين يعني بينقضوا حسب انتمائهم لفرغهم يعني من منظار واحد بس بينظر ليه كده. وحقيقه انا الصحافه تسببت لي برضه في مشاكل كثيره جدا كنت مرقم لاعب افتتاح الموسم قبل الفاتة ايام الاهلي كان في يعني الاهلي الخرطوم كان في الدوري الاولى واول الخرط واول الممتاز اللي هو الهلال. هذه الكره اللي لعبتها كانت سمحه جدا وما في اي حاجه طلعت 2-0 وبتذكر لحد الان نزلت لاعبين من ناس الاهلي اللي هو محمد علي عموش حسي بيلعب في الشيء في الشجره تقريبا ولا في المقرن ولاعب ثاني في الدفاع اسمه نباق. كلام ده كوره لها سنتين لحد الان متذكره يعني. نعم كوره كويسه جدا وثاني ما نزلت اي حاجه من الهلال ما نزلت اي لاعب شلت اي حاجه التقرير وديته ناس الخرطوم قال لي التقرير تابع لنا اديته لهم اي حاجه وقفت عليه كده. دي طبعا كانت افتتاح الموسم الاسبوع التالي جاء هلال المريخ الصحفيين كتبوا الحكم مباراه الهلال والاهلي انزل على الدين وما عارف تعايش والناس الغيامه قامت ناس الهلال جروا ناس المريخ جروا وانا ما عندي ذنب اللي انزلته تقريري هناك في الخرطوم اي حاجه لسه التقرير تقرير اللي طبعا ناس الخرطوم ما ودوا ناس الممتاز ما ودوا الاتحاد العام بجد انا مشي فتش التقرير طبعا ضربوا لي وين التقرير وديته قلت لهم يا جماعه التقرير في الاتحاد المحلي مين انت فعلا قال لي تجيب لي التقرير حسي فعلا طوالي قمت خليت انا شغال حصه خليت الطباشيره يا ريت طوالي ما دي لان مشاكل مشيت التقرير لقيته خدت انه في الاتحاد المحلي زي ما هو تقريري ومعنونين كده وناس السجلات يعني شلت التقرير صورته وديته لهم وديته الاتحاد نعم الدرما يعني ده التعصب ولا ده ولا انك تجارب والله هم النازل كتب لا حكايه الصحافه دي انا شبعان منها طب فالاخوان ديل كلهم يتكلموا يعني فعلا يعني يا اخي يعني انا مره سالت واحد قال له وهتفت الجماهير طيب يا اخي انت الجماهير دي خليها تهتف انت رايك شنو كصحافي الجماهير طلعت تهتف لكن انت كتابتك دي انت بس كتبت هتاف الجمهور ده طيب انت دارين رايك انت احتمال رايك يكون مخالف للنازل فالاعلام الرياضي بتاعنا كل واحد لابس فنيله ناديه كل صحفي لابس فنيله ناديه قال دي واحده من الاسباب اللي بتخلي التحكيم طارد يعني في ناس ما بحبوا يجوا التحكيم عشان المشاكل الحاجات دي هو حقيقه الانتماء الى جهاز التحكيم مش ما بيش سهل اذا انت يعني الدوافع في انك تكون حكم هي جزء اصيل من احساسك يعني في ناس ما ادري يعني عندهم القدره في انه يبقوا حكام ويبقوا حكام ممتازين لكن ما عندهم الاحساس بانه يولي جهاز الجهاز التحكيم يعني لما تخش فيه بتشعر انه جهاز يعني فيه علاقات جميله جدا وبضيف لك مكاسب يعني احنا هسه في التحكيم كسبنا احترام الناس كسبنا قيم اجتماعيه كبيره جدا يعني عرفنا هسه لو ما تحكيم بدر الدين من كوستي يعني الناس من ولايات بنعرف في كل ولايه بنعرف ناس لما نمشي لهم بنشعر احنا على 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 سياده المنطقه هناك لما نمشي للحته المعنيه للحكام في حكام يعني العلاقه بين الحكام علاقه متميزه جدا وغير يعني وغير موجوده حقيقه في في في, في باقي القطاعات الرياضيه لا. يعني ودي بتخفف لكم بعض الضغوط يعني احنا بنشعر بالفخامه حقيقه لما يجيك حكم من ولايه وانت بتعرف بالنيم انه هذا الحكم حكم بتشعر بنوع من الرضا وتشعر بنوع من التواصل بتشعر انه هذا الرجل من من يعني من من البشر الصفوه تحس كده الحكم ده بالمناسبه ما حاجه ما هنا يعني كان لقيت 100 زول قال بتلقى حكم واحد 100 زول بتلقى حكم واحد ما يزول لانه انت يعني احساسك انت اللي بقودك لانك تبقى حكم دوافعك علاقه 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 الانسان بالتحكيم علاقه عاطفه شاذه يعني انا استطيع ان اقول انها عاطفه شاذه يعني انت كان جروك ما بتبقى حكم كان جروك كان غروك ما بتبقى حكم اما تحسن انت احساسك والله يا اخي انا لحد هنا غايته ما حبقى حكم كله لكن انا كان عندي سؤال دائما بيدور في ذهني يعني للاساتذه في انه اكيد الحكام دي جزء من المجتمع الرياضي عندهم علاقات وطيده جدا باللاعبين بالمدربين باداريين بعض الانديه العلاقات دي ذاتها يعني مثلا زي قبيل زي علاقه الصحفي مع اللاعب اللي انت طردته ف
فالعلاقات دي مرات انا ممكن يكون مثلا في لاعب صديقك جدا وعلاقتك به وطيده جدا جدا في موقف بيستدعي انه مثلا تديه كره احمر تتعاطف معه الحكايه دي يعني بيكون شعورك شنو في اللحظه دي وبعدك بعد ما هو انت مثلا طردته لما تتلاقوا اليوم الثاني بكون العلاقه توترت ولا بدر الدين يا اخونا محمد هي حقيقه انا دار اوصلك لحته معينه في الحته دي يعني مثلا لو امسك لك على مستوى الدوري الممتاز يعني ممكن يكون في ماتش يكون محمد حسن لاعب في الماتش ده وانا الحكم محمد حسن ده صاحبي جدا حصلت منه مخالفه بتستدعي انه يبرز له الكرت الاحمر لا استطيع انه انا اتجاوز الكرت الاحمر اللي حيطلع عليه محمد حسن ده لسبب بسيط جدا اول حاجه انا في مراقبه علي على الاداء بتاعي كويس معاك في مراقبه دوريه في تقارير بتترفع عني ممكن انا اخلي محمد حسن لكن دي قد يكون احتمال تكون اخر لي مباراه انا احكمها في الدور الممتاز او في الدور الاولى فعشان كده زي ما قلت لك قبلك في بدايه الحلقه انه الحكم كل ما يتدرج لقدام كل ما يعني ما بيكون تعامل بالعاطفه نعم نعم يعني بكون شبه محترف يعني بدون مقاطعه لكلامك نحن ما عمليه بتاعت لجنه ولا عمليه بتاعت انا مراقب ولا اتحاد افريقي ولا لجنه مركزيه ولا كده لكن تأني بالضمير يعني انا الراي ده بيستحق الطاقه الحمراء او الصفراء لعلاقته بي انا عبدين ده كان سيرباك نادي المهديه عبدين شيخ هاي شيخ عبدين ده اللي بيدفن حسه في المقابر ده انا ملعب مباراه ضد الرياض مدرمان فعبدين هاي قلت له اسمك منو قال لي يعني اسمي ما عارفه اديته الاصفر قلت له اسمك منو قال لي عبدين خضر محمود قلت له تفضل يعني اذا ثاني كرر لي شغله كنت بدي الكرر البطاقه الحمراء فيعني نحن عندنا يعني اهم حاجه ارضاء الضمير واشباع رغبتنا نحن ك ك ك ك ك ك قضاء للملاعب يعني لازم كل زول نديه حقه ويعني اشياء كثيره قاعده تحصل نحن بنحتسبها وبكون الناس كادمين في انه والله يا اخي انت انتماك للحته الفلانيه. نعم يهاجموا من الجماهير يهاجموا في المنتديات الحكام يتساموا احيانا واحيانا في الخطا الخطا موجود خطا من الناس بشر في حكم بيخطئ لكن مسألة الترصد ومسألة الاستهداف ومسألة الانتماء ومسألة أنا من خلال الجلسة دي أنا حسيت إنها ممكن تكون يعني فعلا موجودة عند حكم وحكم استهدف فريق بعين في كرة تعادلية هتفوا اليوم؟ أيوة في أحد الفريقين بيهاجمك وصلت في حصلت حكمنا كرة في 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 الحصيصة كرة صعبة جدا تاهيلي فريقين صعبين انا في الدقيقة 10 طردت نفرين في الدقيقة 10 طردت نفرين حارس المرمى كان كابتن الفريق المعني من حصيصة المهاجم فاتوا حاوروا مشى حارس المرمى مسكوا ركلة جزاء وطرد حارس المرمى لانه فرصة ما في ثاني ما في زول المسافة ياردتين مسكوا رماوا حاوروا ده طرد طردته حارس المرمى الكابتن وما عندهم حارس احتياطي لانه كان في اللاعبين الثانيين من الفريق قالوا في الجامعه في عندهم امتحانات ولا شنو ما بعرف قال لي عليه الطلاق مبروك الحارس ذاته قال لي عليه الطلاق مش مبروك الله يعفارم عليه قلت مشيت ما طبعا ثاني بقى شنو افتش ما هو كابتن كلمت اقرب زوج قلت له يا ابن العم الزول ده انا بديكم 5 دقائق قام وشوف لي يا كابتن قام ما قام ربنا هي الكوره الزول مشيت له ذاته راح سب لي الدين انا مشيت له ذاته لا حول ولا قوه يعني ما يعني وبعدين وين ما قادر يعبر من انا يعني انا دار نقول لك الناي دين وين جنب انا ما هو ذاته كل جماهيرين جنب الحته اللي فيها المراقبين وسب لي الدين قدام النازل ما في طريقه اللي غادر هذا اللاعب الملعب مع زول اضطروا 2 وركله الجزاء ضيعوها الفريق الثاني ضيعوها يعني جزول من اللاعبين اللي بقوا في حارس وضيعوا ركله الجزاء الكره استمرت بالمستوى ده الاثنين الفريق الثاني طردنا منه 2 يعني مخالفات بقوا شنو
هم يعني الفريقين بيفتكروا انه يعني ديل طاردين منهم. انت ظلمتهم وديل ظلمت وديل انا ظلمتهم. ما عندك حل. انت هذا كره تعادل. تعادل 0-0 ما في زول جاب جول. ديل بجاي وديل بجاي. ولكن رحم الله يعني رحم الله وان كانت الشرطه موجوده بكميه انا افتكر كانت هنا مرقبه الشرطه فتحوا لنا الباب. الفريقين يعني يعني اصلا في اي مباراه بيكون في فريق متضرر فيه. لكن الفريق بتاع الفريقين ده يهاجم الحكم. اي والله مرقنا لنا لانه نفعنا لازم احنا مشينا الكوره لازم تحيي الشرطه نحيي الشرطه على المواقف الجميله مع الحكام وعلى ضد جميع الشعب. بدر الدين كلمه اخيره. والله يا اخي بالنسبه لي قبل الكلمه الاخيره اخ حاتم بالنسبه للتحكيم فاشل. التحكيم ماشي حقيقه كلمه ما بتنتهي ما بتنتهي لكن ممكن الجمهور يبتكر اي بديله لها للتحكيم فاشل. الخوايات عندهم لما يكونوا محتاجين على الحكم بصفره. فعشان كده انا ما بتوقع انه نغمه التحكيم فاشل تنتهي لكن بتوقع انها تتغير لحاجه يكون في احتياج بيه يكون في صوره ثانيه. يعني انت بتتوقع تنتهي اصلا؟ والله كلمه التحكيم فاشل بتنتهي اذا كان ما في فريق فايز. ما دام في فريق فايز في تحكيم فاشل. لازم يعني حترضي منه؟ دير ما ممكن تنتهي بالجد الكلمه دي؟ والله حسي شفته في كاس العالم الاخير نحن ممكن زي ما قال بدر الدين نغير نجيب الابواق دي في الزله. هاي يعني صفاره ما عجبتك ادونا انفخ لنا البتاعات دي خلينا نخرج من القصه. جيب لك البوكس جيب لنا حاجه جديده. ابو حسن كلمه اخيره. والله يا اخي انا سعيد جدا كنت مع في حضره الاساتذه والليل الواحد عرف معلومات يعني كويسه جدا جدا المفروض الواحد يعرف عشان تاني ما يحشم خالص انه يكون حكم حكم. فدي كانت حاجه كويسه. محمد حسن احنا شاكرين لك حضورك معانا في بدون كروت وبنحييكم ونتمنى انه نلتقيك في ملعب رياضه وسواء كنت حكم او فنان. لو نحن قبلنا عضويته في التحكيم حتى لو ما لعب هو حكم. اوكي دي فخريه. حتى ما فخر يوم يوم بنادي كوره ان شاء الله للموسيقيين والعازفين اصحابك ما في مشكله. شكرا لك محمد حسن. شكرا عثمان ادم وان شاء الله نحن نقول لك ما تحتاج ثاني شيء سكين في مباراه. شكرا لك كثير. شكرا لك الفاتح وال يعني اذا كان في نقد واذا كان في كلام ايجابي او سلبي يعني هدى حال الدنيا. الدولي بدر الدين عبد القادر نحن سعدنا بك ودائما انا بلتقيك في الملاعب انت بتكون حكم ساحه وانا بكون معلق. الليله تواصلنا من داخل بدون كروت. شكرا لزميلي في التقديم الكابتن والحكم الذي هاجم بدرمه. والله يعني انا اتمنى انه يعني الساده المشاهدين يكونوا يعني وجدوا لهم وجبه دسمة تحكيمية والناس يكونوا يعني يعني نكون كنا خفيفين عليهم في نعم. مع أنغام نعم. الشاب محمد حسن. وأتمنى يعني أنه الحكام قلوبهم مفتوحة لأنه أي شخص عايز يعني يعرف حاجة داير يسأل فنحن أبوابنا مفتوحة وصدورنا مفتوحة للجميع. نعم شكرا لك. شكرا لك ديرما. وكمحطة الختام كما اعتدنا كل مرة بنكشف من تيم البرنامج تكلمنا عن كشك هلالابي واخونا حجر من رخابي عشان تكون الكفة متوازنة بين المصورين ونحن اثنين فراودة. انا شاكر لكم. نشكر طبعا التيم العامل وكل المشاهدين كل المتابعين كل المحبين اللي بدون كروت. هذا وجه من اوجه الرياضة التحكيم الرياضي من زاوية اخرى. إلى الملتقى في حلقة قادمة. أجمل تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضيوف عشان الخصيم كواي ما تنقدر أخويا براي الطيوب عشان الخصم كواي ما تنقدر أخويا براي
معروف من قديم يا ولدة الفراس، معروف من قديم يا ولدة الفراس، يا وارث الكرام الحمزة والعباس ما بتنقدر. قدام القبيلة وفي المهمات راس، قدام القبيلة وفي المهمات راس، يا بحر التزاب العالي ما بتنقاس ما بتنقدر. أخويا براين الطيب عشان خصم كوان ما بتنقدر، أخويا براين. عينك زي جمر من انت في اللولاد، عينك زي جمر من انت في اللولاد، عينك زي جمر من في الأولاد، يا وارث الفهم عز وكرامة وراي ما بتنقدر. أي أمرق يا الهميم يا المرقتك فوق راي، أمرق يا الهميم يا المرقتك فوق راي، وانكمل اللحم فوق العظم عتاي ما بتنقدر. أخويا براي عشان الخصيم قواي ما بتنقدر، أخويا براي. أتقوش القصم والأس تجيبو، أتقوش العصم والأس تجيبو، والمفقود خلاص أنت بتجيبو ما بتقدر. نميت فيك بقول غناي بشاشيبو، نميت فيك بقول غناي بشاشيبو، وين المثل أخوي هو بيجيب وما بتنقدر. أخويا براي للطيب عشان الخصيم قواي ما بتنقدر، والله ما بتنقدر الليلة ما بتنقدر، والله ما بتنقدر مين ما بتنقدر. للطيب عشان الخصيم قواي ما بتنقدر، أخويا براي.